الأطفال في مدينة مأرب يؤدون التحية العسكرية لأبطال الجيش الوطني، أبطال المنطقة العسكرية السابعة، وهم يجوبون الشوارع ويرددون الهتافات مؤكدين بالسير قدما حتى تحرير كامل التراب اليمني من دنس الميليشيات الحوثية. والله علوم خير، إن شاء الله تسر الصديق وتغيظ العداء، وكما ترون أن المعنويات عالية تنادح الصحاب، وهؤلاء أبطال الدورة الأولى صعقة بالمنطقة العسكرية السابعة جاهزين لخوض أشرس المعارك ضد الميليشيات الحوثية، وجاهزين لخوض المعركة الفاصلة بإذن الله تعالى. والله ما ننتظر إلا أمر القيادة السياسية لخوض المعارك، وإن شاء الله سيكون المسير الثاني إلى صنعاء وإلى صعدة بإذن الله. وبالروح بالدم نفديك يا يمن، بالروح بالدم نفديك يا يمن، بالروح بالدم نفديك يا يمن. كما سألتك هنا بأحد القادة الميدانيين، أبو أيوب أخبارك وعلومك؟ والله علومي ومعنوياتنا قوية بوجود رجال الأبطال، وإنما هي هذه إلا رمز هذا المسير، وإنما هو المسير الأول لا خوض المعارك، وإنما المسير المقبل إن شاء الله بعون الله بسواعد رجال الأبطال إلى صنعاء. الله أكبر، نطقها قلب متفاعل. الله أكبر على الحوثي ومن واله، كبروا يا رجال بايس حق الباطل، جيشنا الحر بيمشي مع الحماله، نتحرى الكفر وتمشي كلمه العادل، كل حوثي يذوق الموت بهواله، قال سلفنا في القبل بنقتل القاتل، والذي قد ظلم يبشر بهذاله، سلفنا بنقاتل لو على قابل، ما الوطن من غزه يبشر بمقتاله، لو تخبى بطون الارض بواصل ونطلع للسماء يبشر بنزاله. رسالتكم للعدو؟ ورسالتنا للعدو هيهات، انا قادمون، انا قادمون، يعني نقضي سلفة. نزلنا في المسير العسكري لخريجي دورات الصاعقة من منتسبي المنطقة العسكرية السابعة، أخبارك ومعنوياتك؟ والله المعنوية حديد وألف في ألف، ومعنوية ناطحة السماء، يعني نتحرى الحوثي ونتحتى أي كهنوت سلالي، وعندنا شعر نكتمه ونقول رافع الهامات والمعنوية في سماء مارب تطير الرقاب، نعشق التانات والمدفعية عند صلاة وسروس الكلاب، بانصفيهم خلية خلية، بانصلى كل ديرة وباب، عندنا همة ونحمل قضية في سبيل الله لب الشباب وسلامتكم. سلمت سلمت على هذه المعنوية التي تختزل معنويات المسير الطويل، ما مسافة 40 كيلو، وخريجي دورات الصاعقة يسيرون منذ صباح اليوم سنوات طويلة من الحرب، هتافات الجنود في شوارع المدينة وعلم الجمهورية يرفرف عاليا بشموخ في سماء المدينة السبائية.